نشرت بعض الصحف الجزائرية أمس خبراً مفاده بأن الحكومة تقترح في مشروع المالية لعام 2022 إلغاء الدعم الحكومي على واحد من أبرز المنتجات الاستهلاكية ألا وهو مادة السكر الخام والسكر الأبيض وإخضاعه للمعدل المخفض للضريبة وهو 9%. والسبب في ذلك لم يكن من أجل الإصلاح الضريبي أو ما شابه، بل هو خطوة من أجل الحفاظ على صحة الجزائريين حسب ما جاء في وثيقة المشروع الذي نشرته صحف جزائرية، إذ يتسبب السكر في انتشار أمراض كثيرة وهو ما يشكل عبئا استراتيجيا على خزينة الدولة. هذا الموضوع بكل تأكيد أثر تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، ونحن هنا لا نقصد الجزائر فقط، بل شارك في هذا النقاش مواطنون من كل البلدان. فالموضوع المواد الغذائية تحديدا الضارة دوما ما يكون مثار جدل لدى النشطاء الصحيين الذين يطالبون بإخضاعها للضرائب إسوة بالتدخين الذي يدمر الصحة ويتسبب بالوفاة. وقد عمدت بالفعل الكثير من البلدان في السنوات العشر الأخيرة إلى إخضاع السكر والحلويات لتجديدات ضريبية للحد من استهلاكها لكونها لا تقل خطرا عن مسببات الأمراض المزمنة الأخرى، إذ يربطه كثيرون من الخبراء بأمراض السمنة والاكتئاب والأمراض السرطانية والكثير من المشاكل. إذن كما قلنا الموضوع أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع إلى آراء المعلقين حول هذا الموضوع. نأخذ عينة، نبدأ من جمال الذي كتب: أعطوني فائدة وحيدة للسكر، لماذا يعتبره البعض مادة أساسية؟ طريقة تفكيرنا بالأشياء يجب أن تختلف، ويجب أن تشجع الحكومات شعوبها على الاستغناء عن القاتل الأبيض. فرح كتبت، ماذا كتبت؟ للأسف مافيات شركات السكر والحلويات الكبيرة تدفع مليارات الدولارات سنويا لحماية هذه الصناعة من الرقابة على الإعلانات والمبيعات، وهي المتسبب بإصابة ووفاة الملايين جراء تناول هذه المادة الخطيرة. أخيرا سامي كتب في هذه التغريدة: إذا كان الحفاظ على الصحة هو المحرك الأساسي، لماذا إذن لا يتم رفع الضرائب على اللحوم التي هي أيضا تتسبب بالكثير من الأمراض؟ نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من الجزائر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي. دكتور مصطفى أهلا بك معنا. إذا تابعنا بعد ربما ردود الأفعال على مقترح هذا القانون برفع الدعم عن مادة السكر، كيف تابعتم ردود الأفعال أيضا على هذا المقترح؟ مساء الخير. بالفعل هنالك متابعة عن قرب خاصة المستهلك الجزائري فيما يخص مادة السكر، وكما أشرتم إليه فإن مادة السكر عندنا في السوق الجزائري مدعمة بطريقة غير مباشرة من خلال رفع بعض الرسوم عليها، مما جعل الصناعة الغذائية تستعمل كثير هذه المادة وأحيانا بإسراف، حيث أن التحاليل التي قمنا بها كمنظمة جزائرية لحماية المستهلك بيّنت في السنوات الماضية أن هنالك نسب جد مرتفعة في المشروبات مثلا او في بعض الحلويات، يعني لما تحدثوا على الياورت مثلا. اذا هذا الامر دعانا نحن ايضا كمنظمه اننا نطالب بان تكون هنالك نسب يدفعها المتعامل الاقتصادي الجزائري حسب نسبه السكر والدهون، وكذلك ايضا اضفنا اليها الاملاح حتى يساهم في علاج مرضى، لأنه مهما كان هذه النسب المتزايدة والمتفاوتة والتي للأسف الشديد جعل من المستهلك الجزائري مستهلكا للسكر يعني بالدرجة الأولى، حتى أن الإحصائيات تذهب في هذا الاتجاه، وعليه فإن تحرير هذه الأسعار أصبحت من الأمور الضرورية حتى. ولكن دكتور مصطفى، رفع الدعم وربما حتى زيادة الأسعار على هذه المادة، مادة السكر ومشتقاتها ومنتجاتها، برأيك هل سيدفع فعلا المستهلك التقليل من يعني استخدام وتناول مادة السكر والحلويات وغيرها؟ وأنت تطرقت وقلت على ما يبدو بأن المشروع لا يتضمن فقط مادة السكر ولكن مادة الملح أيضا. بطريقة أو بأخرى فإن رفع الأسعار في منتوج يمكن من الاستهلاك المفرط أن يضر بصحة المواطن، أعتقد أنها من العقبات التي تدفع به إلى التقليل منها، وكذلك تدفع بالمتعامل الاقتصادي إذا ما ارتفع
ارتفعت تكلفة هذا المدخل في المواد الغذائية أن يسعى إلى التقليل منها. نعم نحن طالبنا مرارا وتكرارا عوض أن ندعم السكر فلندعم حليب الأطفال مثلا، فلندعم الخضر والفواكه الموسمية. لابد أن ندرك أيضا وأن نشير إلى المتابع العربي بأن الجزائر من البلدان التي فيها الدعم الاجتماعي بنسبة كبيرة. نحن ندعم المنتوجات الغذائية، ندعم المنتوجات الصناعية، وحتى أيضا ندعم بعض الخدمات، ولكن إعادة توجيه هذا الدعم إلى ما يمكن أن ينفع المستهلك أصبحت من الضروري. طيب دكتور مصطفى، يبدو بأن مشروع القرار هذا يستند إلى نوع من الدراسة، أليس كذلك دكتور مصطفى؟ لو تكشفنا عن بعض التفاصيل، لماذا الآن يعني يتم تقديم هذا المقترح؟ هل فعلا هناك يعني خطر في المجتمع الجزائري؟ هل هناك فعلا انتشار للأمراض التي يتسببها السكر ومشتقات السكر ما إلى ذلك؟ بالفعل، وهنالك سجال منذ سنوات، والمنظمة طرف فيه لأجل تبيان الأضرار. والحمد لله هنالك دراسات مؤخرا، وهنالك جدية في التعامل في هذا الأمر. وأعطيك مثلا فقط، نسبة سكان الجزائر 40 مليون نسمة، أما نسبة المرضى بالسكري والمعروفون فقط، يعني بما يعني هنالك قائمة بعد تحاليل، لأنه الإنسان يمكن أن يكون مصابا بالسكري دون أن يدرك، تتجاوز 5 ملايين، يعني عشر سكان الجزائر مصابون بداء السكري. لما نشوف أيضا مرضى الضغط الدموي، اسمح لي دكتور مصطفى، اعذرنا المقاطعة لضيق الوقت، ولكن الموضوع ليس متعلق هنا فقط بالسكر، يعني عندما نتحدث عن أمراض مثل السكر وغيرها، الموضوع متعلق بنمط الحياة دكتور مصطفى. هل هناك يعني ربما خطوات أخرى موازية لرفع الدعم عن السكر؟ نعم، طبيعة الحال نحن طالبنا كمنظمة أن المنتوجات التي سوف تكون فيها نسبة السكر مرتفعة، فلتكون عليها رسوم أكبر. هذا لأجل دحر المتعامل الاقتصادي، ولأجل أيضا أن تكون هنالك نوع من الصعوبة للولوج مثل هذه المنتوجات. لابد أن ندرك بأن الدعم الذي كان في مدة السكر منذ عشريات يعني فاتت سبقت، أدى بالمستهلك الجزائري أن يكون مرتبطا ارتباطا وطيدا بهذه المادة، ويرفض اقتناء المواد الأخرى التي فيها نسبة سكر أقل. نعطيك على سبيل المثال، لما نجد بعض المشروبات فيها نسبة سكر 150 جرام في اللتر، يعني هي نسب جد مرتفعة، ونسب يعني تتجاوز المعقول يعني في العالم، بينما نسبة السكر في دم الإنسان لا تتعدى جرام يعني في اللتر، يعني ولكم المقارنة. شكرا لك، من الجزائر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.